هنا فتح لك القنبلة اللي هي الصاروخ الجو جو بيطلع من الطيارة يخبط طيارة تانية وبيوري لك الدوائر الكهربية اللي فيها. كل اللي انت شايفه ده كوندنسرات. وايام زمان كانت دي الحاجة الوحيدة اللي يقدروا يعملوها اللي هي الاي سي، وتشوف المقاومات والحاجات دي كلها. الكوندنسرات دي هي اللي كانت بتخلي الحاجة ما بتطولش، اي حاجة فيها كوندنسر ما بتعيش. ودي من تحت البص كان الريلي بتاعتها من تحت. كل دي اجهزة عشان تخلي الصاروخ يجري ورا الطيارة ويضربها في الحتة اللي عايز يضربها فيها. كل دي الالكترونيات بتاعت التحكم. دي بتتحكم في ايه بقى؟ بتتحكم في الجزء في الوقود وفي الدفع وفي الجلية وفي التوجيه. تيجي بص على التانية كده، تيجي بص كويس على دي هتلاقي التوجيه بتاعها معمول بدقة غير عادية. دي قنابل جو جو، يعني تطلع من الطيارة دي كده، الطيارة دي تطلع من الطيارة دي وتضرب طيارة تانية، وممكن تضربها على مسافة كبيرة قوي، ممكن توصل حوالي 50 ميل. كل دي صواريخ جو جو من طيارة لطيارة يعني.